بلاتي كي دايرين شويه لاباس عليكم كي درتم مع صحيحه ياك هانيين الله يعطيكم الهنا من عند الله. دابا ندخلوا في الموضوع ياك صافي الوالد هضر داك الشيء اللي حكمتي لنا به الوالد انا قابل عليه ما كاينش المشكل. الرحمن الرحيم غادي نديروا واحد القناه الحبسه هي امها والله يرحم سيدي ربي يوفقها وانت نطمنكم وليدات الله يرضيكم ودخلوا عندها وشجعوها واعطيوها اللي يجي بزاف لابوني في الكتير لابوني ابوني ولكوني بارطاج الله يرضي عليكم والله يسهل عليكم. الوالده فاطمه تعلم الهضره دابا دابا ان شاء الله تبقى تهضر وليداتي وتعاونوا معاها والله يرضي عليكم والله يعاونكم بالخير والرزق ان شاء الله. راه فاطمه عزيزه وغاليه راه غادر درويشه مسكينه وبغيناها ان شاء الله هاد القناه هادي تعاونها حصا وما تعذبش وما تخدمش على برا واخا مسكينه راها معانا راه حنا ما تندوزوها حتى بحاجه ويني هي دابا القناه ديالها ان شاء الله وخسر تعلمت تهضر يا من دابا بابا الصراحه غادي نعطيك الصراحه انا واخا دير الفيديوهات تخسر ما تبقى تهضر بحال اللي تتعلم زعما عليك اي حاجه كدير على قبل الوالدين كتجيك ساهله اقسم بالله انا ملي كندير شي فيديو مع ماما اقسم بالله الا كنحس يعني براحه وكنخدم انا وماما كيعرفوا كيفاش يعني كنمشي بواحد الطاقه وكنبقى نخدم وندير وراه راك عارفه المعاناه اللي كنلقى مع الشوميه وهذا واخا هكاك انا خالقه الوجود وكنبغي نخلق السعاده معاهم وهذاك الشيء اللي بغيت نقول لك مع ماما كدرا مع الوقت كلشي كيجي كتكون حشمه من بعد كثر كتولي المهم الحوايج كاملين زوينين جايين ان شاء الله. دابا كنشوفكم بعدا كتوجدوا غادي نرجعوا لهذا الموضوع ان شاء الله غادي نهضروا كنشوفكم كتوجدوا واش هذا الشيء لينا ولا شي ضياف ولا كيفاش هذه القضيه؟ كيكه بعدا راكم بغينا نحطوها للضياف كاع ما تطلع هكا واليوم حيت بغينا نديرها في حاجه اخرى شو كيطلع هكا سبحان الله. سبحان الله. تسول على الخبز والسكوته كاينه اجي مالها لينا واعره. واش هتجي واعره في القصر؟ واحد النزره بحريره مسقده تبارك الله. دابا واش هادشي غير تجربه لشي حاجه ولا لينا ندوقوا ولا كيفاش؟ كنستعد دابا واش هادشي نقدروا ناكلوا منه ولا ما نقدروش ناكلوا منه؟ مازال حتى هاد المسكوته ما ناكلوش منه؟ لا والو اخذنا عليكم بوحدي ان شاء الله ناكلها هذيك لا ولا كيتوحم شنو؟ هذه خدموها عاد عاودوا عاد تكل. سي حسن غادي تجي رشيده عفاك باش هضنا في هذا الموضوع وشوف فكرتك كيفاش ان شاء الله يا ربي البرنامج غادي يكون الخدمه ان شاء الله يا ربي. السلام عليكم بعدا تحيه للمشاهدين الكرام وتحيه لهاد الوجوه النيره اللي راه تحيه للمتتبعين اللي تيبغيو قناه حموبه تي في وكيشرفوا علينا. شوف راه شوف الحسن راه رغم ديروا القنوات راه تبقى قناه محبوبه هي الاصل. الاصل هي الشجره المثمره. هي الاولى اللي خرجت هاد الجذوره. ماشي جذوره بهذاك المؤمنين يعني خرجت هاد الفروع. خرجت تبارك الله واحد المجموعه ديال القنوات يعني لولاها لم يكونوش هاد القنوات ولكن الانسان تيكون غير سبب والكمال ديال الله سبحانه وتعالى. اللي بغيت نقول لك السي الحسن بعدا بدايه قبل ما نبداو في الموضوع شنو تسميو هاد القناه ديال لاله فاطمه؟ غادي ننظروا عليهم كاملين. رشيده شنو كتقولي انت؟ هي صراحه والله العظيم خويا الحسن هي فكره زوينه انا كنعطيك الشابو احسن فكره فكرتي فيها بالنسبه لفاطمه انها تعاون راسها وغادي تشجع اكيد راه غتشجع انت وما انا بوحدي وبديت المهم كل حاجه كل مره كتعلم واحد شويه ان شاء الله وغتوفق غتشغل وقتها وغيكون عندها واحد الدخل القار. صراحه كنعطيكم الشابو اللي اقترح هذا الاقتراح اقترحوه المتتبعين هما اللي كانوا متتبعين الصراحه اللي مدزين علينا دائما كيكتبوا في التعاليق خصكم ديروا لفاطمه قناه حفصه وفاطمه قناه
فحيت نتايا طبقتي هذه الفكره، برافو عليك وكنشكرك من القلب الخالص. واكيد فاطمه حنا معاها كنا، انا براسي وقاش ما بغاتني ندير معاها شي فيديو ولو ما تكونش حصه. حنا غير فاطمه جات قالت لي بغيت نصور واحد الفيديو، واش تصوري لي مثلا، واش تطلعي عندي على الراس والعين. والله الا كل فرح خونا على رشيده بهذا الكلام جميل. يعني عندها حتى واحد القضيه، يعني عندها ديك الدويره تبارك الله اللي داروا لها واحد المجموعه ديال الناس اللي مشكورين، يعني عندها حتى فين تخدم. فاطمه غادير لكم يعني طياب ديال زمان، غادير لكم يعني فران المسيره، واحد المجموعه ديال الحوايج فاطمه ان شاء الله غادي ديرهم اللي ما درناهمش حنا، غادي ديرهم فاطمه ان شاء الله. واكيد مره مره غادي نطلعوا عند فاطمه، ومره مره غادي عندنا اكيد. وحفصه دائما غتكون هي يعني غتعاوننا ان شاء الله، تمد يد المساعده لان ديك المره طبيعه الحال. وحنا ما علينا الا نقول لهم هنيئا لكم، والله يسخر لكم والله يرتويكم الخير. امين. وكما قال احنا هنا الا باش نتعاونوا. ومحبوبه هي دي معروف عليها السخاء والكرم والجود وبزاف الحوايج، دائما يدها ممدوده للجميع. الناس اللي محتاجين المساعده راه يدها ديما طويله. قبل السي حسن انا غادي ندير لاختي فاطمه بكثره المعزه، لا هي لا اختي حفصه، غندير لهم واحد المفاجاه اللي غادي تروق وغادي تنال الاعجاب ديال المشاهدين، ولا غيصفقوا عليا ويعطوني واحد يعني واحد روح المبادره، وغيقول لي برافو عليك السي حسن، تسنى غادي ندير لها انا واحد المفاجاه انا ولا رشيده، بس ان شاء الله باش تخدم هي. غادي نجيبوها له شنو هي ما نعرف. التساؤلات تبقى ديالكم. دابا راه هذا الاقتراح راه غير بيني وبين حسن، حتى واحد ما عارف هما اللي نضار، وتسناو ان شاء الله المفاجاه. غتكون في قناه ديال ودمي حليمه، ما غاديرهاش عند حسن. سير سير راه شوف منال تما غنشوف شنو غيكون. والله العظيم الناس، لان حتى الاعلام مازال ما عندهاش الوسائل باش تخدم، ولكن حنا غادي نحاولوا نوفروا الوسائل بينا حنا ان شاء الله رب العالمين. يعطيك الصحه. قال لك الاقربون اولى، وهي راه من المقربين. المقربين العربيين هذا الناس. ودي ساعة تما ونبداو نفرحوا ان شاء الله. والعوان فاطمه ان شاء الله العوان تما. والله العظيم تيعجبني الحاله وليداتي، حتى انا العروبيه الروح ديالي. صافي المدى كونكو كاينه تنوقف عليهم تما. كلمات الطيب. ان شاء الله نديرو مع فاطمه ونطيبو ونديرو كل شيء ان شاء الله. وتكون اودي غير الصحه والسلامه ان شاء الله. عزيزي عليك حصه مالك؟ شنو كتقولي لهم؟ تنقلها الله يعاونك مع ماما. مبروك القناه. انا فين تمشي؟ يا شيخ غادي نمشي، غادي نمشي نسكن انا وياه في واحد الدار. لا لا شنو لا 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 ايوا صافي ماشي مشكل. حصه شنو كتقولي للمتتبعين؟ والله الا اول حاجه بعدا الحسن كنشكر العائله ديالي كامله من كبيرهم صغيرهم على المسانده اللي داروا ليا، وهذوك اللي داروا معايا الله يخطيهم، عمي امي امي حليمه تيتي رشيده حسن ياسين كامل الله يخطيهم. لا لا كل واحد الحمد لله عنده الجمهور ديالو. الله يسلمكم المتتبعين ديالنا كامل على هذوك الكومنتات الزوينه اللي كتبتوا ليها النهار في الفيديو، قريتهم كاملين وعجبوني. الله يخطيكم على التشجيعات اللي درتو ليا، شكرا لكم بزاف. وانا كنوعدكم وكنوعد العائله ديالي ان شاء الله غنوقف مع ماما ان شاء الله يا ربي، كما قلت لها تحيد لي شويه شويه ان شاء الله. غنوقف معاها ان شاء الله يا ربي، واكيد انا معاها حتى يبقى فيا ان شاء الله يا ربي. ولو عارف واحد كيضرب ما نبقى معاه اخر اخر نهار في حياتي، ولا يجعل ربي نسبق انا قبل ما تسبقني هي. انا كنت غادي نسميوها فاطمه ام حفصه اللي قلت انا والعالم الواحد. ولا فاطمه القناه ديال فاطمه الجبن البدويه مثلا البدويه، ولا حنا فاطمه دابا الجبن. دابا الوالده كنا حطينا ذاك الفيديو الاول وقلت لهم غادي تعطيونا التسميه، واللي دات اكبر عدد ديال اللي جايين في التسميه غادي نسميوهم، قالوا لنا فاطمه ام حفصه. ايوا صافي حتى هي مزيانه. ديروا في الروشيرش فاطمه ام حفصه غادي يطلع لكم المتتبعين. فاطمه شنو كتقولي لحفصه؟ ربي عين كنتمنى تكونوا بخير وعلى خير ان شاء الله. صراحه لا لا يخطيكم عليا، ما كنتش ناويه ندير هذه القناه وما طاحتنيش هذه الفكره في راسي.
يبا الله لا يحطي عليا نسيب ديالي وما عمرهم ما عمركم فرطوا فيا ما واكله شربه لابسه صراحه ما نكذبش على الله ما عمركم فرحتوا فيا الله لا يحطيكم عليا كاملين الله يخليكم ليا الله يخلينا بعضياتنا الله يخلينا ديما يا رب مجموعين وكنتمنى منكم المتتبعين تعاونوني حقيت نعاون راسي وتعاوني بنتي والله لا يخطيكم عليا كاملين امين واش اللي كان نبدا تبيع ايوا الحمد لله باقي ما راه مشى راه ايوا غادي راه نبيع قبلوا على فاطمه مازال ان شاء الله غادي تشوف مره من راجع نحب انا تقرك فيها الله فكره زوينه انا خويا الحسن بهذا اول وحده كنت خديتي الصراحه مبادره باش انك تعاوني خالتي يمنى وكانت الصراحه واحد كاينش المشكل كاع غير اساسا عقلنا دابا داك النهار اللي كنا عند خالي حمزه باش درنا لك الهديه خلاص غادي يعني كانوا ديك الهديه كتوقفوا مع العائله ديالنا كاملين الحمد لله وتهذا راه خير في حد ذاته عند الله سبحانه وتعالى ويعني كتلقى مي ما كتلقايش شي حد يعني معرض داير لك واحد سميتو في الطريق كتفرحي الحمد لله يعني حفصه انا عارفه الحاله ديال مارا راكم عارفين كلشي من البدايات ديال حفصه راكم شفتوا الحاله ديالها والحمد لله بفضل المحسنين يعني دارت واحد الدويره الحمد لله وكنتمنى ان شاء الله حتى دابا يعني بفضلكم والبارطاج ديالكم وبليجيم ديالكم ان شاء الله خالتي فاطمه دير بزاف د الحوايج في حياتها راه كلشي باذن الله وكلشي بفضل المتتبعين اللي دائما كيعطيو الحق لكل واحد فينا كنشكركم من القلب راه نتوما اللي كتزيدونا القدام يعني نتوما اللي نتوما هما السند ديال محبوبه كاملين نتوما المشاهدين اللي لا يخطيكم انا بعدا كنقولها وكنفتخر بكم الله ينورهم امين اكيد كما قالت اختي تيتيش الفكره غادي تعجب غادي تروق يعني المعجبين ديالنا والمحبين ديالنا غادي تنال الاعجاب ديالهم غادي لهم احسن حاجه درتو ومن هاد البلاصه ومن هاد المكان تنقولوا لاختي حفصه هاني لك خدمي وعاملي ماماك ما فيها عيب والحاجه اللي ما توصل اللي ما توصلش انت احنا ان شاء الله يدنا هي جدا ليك ان شاء الله في الصحه والله يعاونكم في الخير وترقبوا المفاجاه اللي غادي تكون صارة وغادي تصفقوا لنا انا ولا رشيده حسن رشيده الله يجيب لنا الصلاه اخويا حسن الله يجيب لنا الصلاه عزيزي عليا يا نصلا اخويا صح هي لحفصه والله عندي ماشي مشكل كذلك لي وكان ربما من تديروا هذه القناه لحفصه وما انا بغيت نساهم انا ولا لا رشيده بما ان الخاص سيدي الله والله بما ان الخاص ان شاء الله باذن الله هذا المتتبعين باش يعرفوا علاش بغينا هذه القناه لفاطمه فاطمه عندها واحد عزه النفس الحمد لله كاع مسابتنا كي يمنى ام تيتيش كي فاطمه كي الوالده ديالي ما يرضاوش يقولوا مثلا انا بالنسبه لفاطمه كنشوفها ما تقول لك شنو خاصني لا ما رديتي لهاش البال يعني بنفسك شنو خاصها واش خاصها هذه ولا ما تقول لكش كذلك خالتي يمنى هذه خالتي يمنى عاوتاني كثر هي وكذلك الوالده ديالي راه جلست معايا هنايا 15 يوم والله ما جبتي لها الحاجه ولا رديتي لها البال المهم كاينه ديك عزه النفس وكنفتخروا بهم الصراحه وتحيه للعيالات يا خويا فيهم عزه كاين راه ما فيش عزه النفس هذه هي الملاحظه اللي لاحظنا فاطمه ديال شي حاجه باش تخدم فيها ما كاينلاش تمشي تخدم عند الناس ولا برا شي حاجه ديالتها في دارها اللي غتعب عليها وان شاء الله غادي توفق انا عندي يقين باللي غتوفق بالوجود ديال حفصه لان حفصه عندها واحد المحبين هما كثار واحد خفه الدم كلكم كتبغيوها وبالتوفيق ليها ان شاء الله امين الصراحه كنا بغينا نديروا هذا الفيديو في قناتكم بصراحه تقال ولكن حتى اللي قالك حصل لها غير صوروه باش يكونوا متبعين معنا ان شاء الله في الراي نشوفوا العائله مجموعين دابا صافي فاطمه ام حفصه ان شاء الله اللي بغى يطفي واحد التعليق احسن داك عاوتاني وحده مسكينه قالت لك زعما سميوها حفصه ام شي حاجه هكا اليتيم شي حاجه ما مناسبهاش لا يعني حفصه ام فاطمه ام حفصه محلمه اشنو رايك جاتك الفكره الله يوفقها الله يوفق فاطمه راه فرحنا لها الله يوفقها الله يخلي لها مجموعه امين ربي يرزقكم امين ان شاء الله كديروا الخير الله يعمركم بالخير ان شاء الله الله يحفظكم واللي كتعجبو قناه محبوبه تي في
خلينا التعاليق، ولا كنا كنديروا شي حاجه ماشي هذيك قولوها لينا. هذا هو المراد، راه رغم يعني هاد الفروع يعني راه غتبقى محبوبه. غنسولو حفصة. حفصة لا غتبقى على ذاك المنوال باش كانت غادي غيبقاو دائما العريصه تيصبوا في قناه المحبوبه، غير كان كمساعدات مره غتكون بحال دابا تتعاون مامي في عباس وحفصه تعاون مامي باش، ولكن الفيديوهات الاهم راه غيبقاو دائما في محبوبه وتقال لما مجموعه محبوبه ان شاء الله. ان شاء الله الوالدين. شنو كتقولي يعني كيفاش تقدري توفقينا بين اليوميات ديال محبوبه تي في واليوميات ان شاء الله نوفق. كما قال خويا حسن محبوبه تي في تبقى هي الام ديالنا الكبيره وحنا الابناء ديالها ان شاء الله. الحاجه الزوينه والحاجه الكبيره تكون في قناه محبوبه والمجهود ديالنا والاجتهاد كامل راه في قناه محبوبه، واكيد ما غنساوش ان شاء الله يا ربي مواتنا كل وحده ان شاء الله يا ربي داك الشيء اللي قدات على جهدها ان شاء الله. انا غنعاون ماما وتيتي ان شاء الله تعاون الام ديالها وكل واحد نتمناو له التوفيق. دابا غيقولوا الناس علاش راشده هي ما تعاونش ام راشده بعيده عليهم. حاجه الحاجه انا غادي نقولها للمتتبعين بالنسبه للام ديالي، الام ديالي غير ام لا لا بعيده من الام ديالي. علاش؟ لان ما عمرني غنفكر ندير لها القناه ولا هي غدير قناه، حكم عندها واحد الصالير واحد الخلصه شهريه كتجيها من شهر لشهر الحمد لله كتعيش بها. انسان كبير في العمر يعني ما كتسنى امي ما كتسنى لا مني لا من خوتي ولا من شي واحد، عندها المنضه ديالها خلاله راجلها الله يرحمه يا ربي في هذا النهار عايشه بها. حنا وقيلا نطمعوا فيها الدين والله العظيم الا حنا تدير لنا وتكسينا ونجيب لنا. هذا هو يعني تحيه لخالتي ميمونه، عندها صالير كيجيها شهري من المرحوم من فرنسا كتجيها من فرنسا كل شهر تقضي بها الاغراض ديالها وغتمشي بها للحج ان شاء الله في ديك القدسه ان شاء الله بالمساعده ديال ولادها. راه عندها 4 د العزارات يعني رشيده لا حرج عليك في هذه المساله. لا حرج علي انا بعيده. صافي دابا كلشي دا شغل الخاطر الاولى. اللهم لك الحمد الوالدين هادشي اللي بغينا. رشيده الوالده الامنيه ديالها، الامنيه ديالها في الحياه ديالها هي تقرب الانسان مزيان. الامنيه توصل للسي انس ولا لا ملاك يعني الواحد انا سمالك مضروبين على حساب الحساب. حنا تنديروا المجهود السيكسي راك عارف تنكدوا تنجتهدوا والكمال لله. وهادو هاد الناس اللي داروا القنوات بحال اختي حفصه اختي تيتيش والله العظيم الا بواحد يعني بواحد الرحب بواحد الصدر رحب الله يسهل عليهم والله يوفقهم الخير بدون حسد بدون طمع بدون حتى حاجه. خاطيك ناهيك على شي حاجه تجيك الخاطر. ايوا صافي حسن الله روح رياضي. انا بالعكس انا غادي نعاون بحال حفصه وسميتو والله الا ننتظروا المفاجاه اللي غتجي مور هذا الفيديو اللي غادي يدير ان شاء الله مفاجاه هائله وغادي تروق فاطمه وحفصه خليوها ان شاء الله. ما عندهم حد من غيرنا والله من غير الله سبحانه وتعالى وحنايا يعني ما غنتسناش شي واحد غنقولوا راه عائله فاطمه غتجي مثلا تجيب لها هذه ولا دير لها هذه. تماما حنا ومع عائلتها حنا اللي خصنا نقوموا بالواجب كما قمنا بالواجب مع حصات العرس ديالها وهذه ودائما غنقوموا بالواجب لاخر يوم في حياتنا ان شاء الله. صا ونسيب شنو اول فيديو غديروا ان شاء الله يا ربي؟ ان شاء الله خلي مفاجاه الاول. ياك ما غتطلع الوالد يصيب الفراش. الوالد عندي الوالد انا مازال صحيح الوالد انا شي خصني نزوج واقع. نهار تما هذاك برا انا نجيبوك. الوالد واش مازال صحيح ولا صافي بديتي تقول عليا؟ واش بوجيه ولا؟ اه مسيرة. ماشي لا يا خمسة مسيرة حنا كنا خدنا عليك والله الوالد واش عرفت مني؟ غنصيفط لكم العجينه الطيبه والله الا عجبتكم العجينه الاولى تلتيبس ونعاودوا عاد صافي عندي حقيقه كان خاف غتعيا تسعي تبات تقول لها الله يرحمها. لو دايرين الطيبه الله قصر تبرخوا عندي ولا كبير يلا متابعينا في يوم نقول لكم مع السلامه ونتظروا ان شاء الله فيديو ديال
فاطمه ام حفصه ان شاء الله الواتي يقولوا مع السلامه. السلام عليكم. ايوا عليكم وسلم. ان شاء الله.